للحديث أكثر عن فيلم باركور وتمكنه من افتكاك مكانة ضمن الأفلام التي تعرضها منصة نتفليكس. نسعد أن تلتحق بنا من الجزائر مخرجة ومؤلفة فيلم باركور السيدة فاطمة الزهراء زعمو. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج ضفاف. بداية نبدأ من الحدث الأبرز، ماذا يمثل لك تواجد فيلمك على منصة نتفليكس؟ هل كنت تتوقعين ذلك؟ أنا مسرورة. لا، ما كنت أتوقع، لأنه أصلا إحنا عملناه للسينما، ومن بعد وصلنا لمراحل أخرى هي الدي في دي والفي او دي وكل شيء، لكن إنه يكون في هذه الباقة اللي عملتها عن المخرجات العربية كثير كثير مفرح، لأنه راح يوصل الناس أخرين، وإحنا نعرفوا أنه بعد الجائحة صار التداوم على النتفليكس والأمازون وهذا البيك بلاتفورمز، يعني كثير المنصات، نعم، يعني حلو. وهذه طبعا دفعة لأي مخرج لأن يواصل تقديم الأفضل. لنتحدث عن الفيلم، قصة الفيلم، فكرة الفيلم، لو تحدثينا قليلا عنه. أنا الأبعاد يعني القصة أنتوا حكيتوا عليها شوية في نعم المقدمة، باختصار، لكن نعم الأبعاد اللي كنت أنا حابة الأبعاد اللي كنت حابة توصل لها هي الحديث عن الحداثة والتقاليد عن العصرنة وهذه المشاكل هذو، عن الحركة والخمود. فخذيت أشخاص وخذيت مواقف في حياة الأشخاص هذه باش أتمكن أنه يعني أعرض هذه المشاكل، باش تكون هذه المشاكل ولا هذه الأفكار باش تكون عندها تشخيص ويكون عندها لمحة قوية. فهو الفيلم كورال يعني يحكي عن أشخاص مختلفة في زمن قصير واللي هو يوم واحد. فهذه هي الأبعاد يعني شكلا ومضمونا. ففي الشكل لما يشوف الواحد الفيلم يقدر يستوعب ربما الإيحاءات اللي كاينة، وفي المضمون كذلك، وكاين فيه موسيقى كثيرة والباركور يعني أوربان ستايل كذلك. نعم، لغة بصرية متنوعة، ونلاحظ أنك أيضا مزجت العديد من القصص الفرعية في قالب واحد. ما الرسالة التي أردت إيصالها للمشاهد؟ ما نقدروش نعتبروا انه الافلام كورال كما قلت انت، في تعدد شخصيات وتعدد قصص وتعدد مشاكل، يعني هذه الشخصيات هذو حاملين معهم هوب، وحاملين معهم مشاكل، وحاملين عندهم خلفية، عندهم انتظارات من الحياة. فأنا ما نظنش أنه هناك رسالة، لأنه ما مش السينما اللي فيها رسالة قديمة شوي. أنا أعتبر نفسي من في حداثتي يعني، فأنا أعرض مشاكل وحطيت كل الأشخاص في سيتويشن في وضعية، مطلع هو هذا الزف في وضعية هي هذا الزفاف في يوم واحد، وخليتهم يحاولوا ياخذوا ولا يحاولوا يكون عندهم رد فعل ويجدوا سولوشنز من بعضهم. فأتمنى أنه
يعني توحي للتفكير، مش فيها لا رسالة ولا solutions. حلول. نعم، هل الفيلم تسمعوني؟ لا. يدور محوره حول شخصية البطل يوسف، كيف وقع اختيارك عليه، خاصة أن هذه الشخصية فيها بعض أو تتطلب بعض الشروط كأن يكون متقن لبعض الرياضات، رياضة الباركور؟ نعم، كان هذا المشكلة الرئيسية تاع الفيلم، يعني كان مشاكل أخرى، بس المشكلة الرئيسية هو أن يجد الواحد رياضي يقدر يلعب، لأنه كان في يعني نظر ايبوتيزيس هو أنه أخذ ممثل وعمل له وجيب له دوبلاج، يعني جيب له واحد يعمل السبور، بس يعمل الباركور. لكن أنا فضلت أنه أبحث عن الشخص اللي يقدر يكون عنده قابلية للتمثيل، ويكون جيمنازي بارع ولا باركوريست بارع. عملنا كاستينج واسع وشاسع، شفت كل الناس اللي يعملوا باركور في الجزائر، يعني اللي قدموا نفسهم واللي جاوا للكاستينج، وصار اختيار خمسة أشخاص اللي كان عندهم قابلية للتمثيل. من بعد لقيتهم بالممثلة الرئيسية، هي عادلة بن دمنات، على أساس أنه يعني لازم نؤمن أنه قصة حب تقدر تنشأ بيناتهم. فلقيتها بهذا الخمس أشخاص اللي تم اختيارهم، واللي تجاوب معها الأكثر هو نزيم حلاجة، اللي حصل لنا شرف انه نتعامل معاه بالنسبه لهذا الفيلم، وكانت اول مره يلعب في فيلم، وهو يعني رياضي بارع وعنده تجاوب حلو كثير للعمل مع الرياضيين ولا مع الاكتورز ولا الممثلين اللي عندهم تالنتس، يعني تالنتس مواهب، دايفرس، تالنتس عندهم موهبات كثيره، ايه مواهب كثيرة، مثلا نعم. مثل نجية في العرافي هذه اللي لعبت النقطة المغنية، تحديدا هي المخرجة ممثلة فاطمة الزهراء، وتتقن الغناء. نعم، في هذه النقطة تحديدا، في كل عمل جديد نعم، تقومين بتقديم مواهب جديدة وتعطين الفرصة لمواهب جديدة، ممثلين جدد، هل هو مبدأ للمخرجة فاطمة الزهراء؟ نعم، هو مبدأ رئيسي، لأنه أنا أؤمن أنه كل فيلم هو أدفنتشر مغامرة. من ناحية الكتابة والتصميم، فحتى من ناحية الوجوه والممثلين أفضل أنه أعمل كاستينج كل مرة، لأنه أنا أؤمن أنه هذا الكيان اللي لازم نعملوه واللي نبداوه من الكونسبشن حتى ما بعد الإخراج والتوزيع من بعد، عنده خصوصية، والخصوصية هذه أنه ربما يجيب لنا شيء جديد، مثل ما نقول لما يزيد مولود جديد يجيب معه يعني يجيب معه زهره. فأنا أؤمن بهذا، ويكون عندي تفتح open mind، نكون open mind لما أعمل كاستينج، حتى ولو كان أعرف ممثل مثلا شفته في أفلام أخرى، بصح نكون ما فكرتش في هذا الفيلم، لما بشوفه في كاستينج بقدر أتعامل معه على أساس أنه جديد وأنه راح يتناسب مع شخص ما. وأنا أحب كثير المواهب الجديدة، لأنه هذا هو المستقبل. ذكرتي المستقبل هو نعم أنه ذكرتي العبد أن يقدر. الكاستينج كان من أكبر المشكلات نعم، التي واجهتكم خلال التصوير، ماذا عن المشاكل الأخرى أو أصعب المواقف التي حصلت لكم أثناء التصوير؟
من أصعب المواقف اللي تطرقنا يعني واجهناها هي أنه عملنا الشوتينج كله، الفيلم الشوتينج تاع الفيلم كله استغرق لنا 21 يوم، يعني 3 أسابيع. فهذا هذه كانت من الصعوبات الكبرى، لأنه لما نريد أن نوحي أنه القصة كلها صارت في يوم واحد، واحنا عملنا الشوتينج بجانوري ان فبراير يعني بالشتاء، يكون الجو متقلب، يعني احيانا تكون شتاء واحيانا تكون سحب واحيانا تكون مشمسة. فهذا هو هذه هي المشكلة اللي كانت اكبر مشكلة اللي كانت عندنا. كان لازم العبد يحضر، الانسان يحضر نفسه، يا اما يكون الجو مليح ويكون مناسب متناسق مع الايام اللي عملناها من قبل، يا اما يدخل يعمل تصوير بالاماكن الداخليه. فهذا خلتنا نكون رياضيين نحن تانيك، مثل مثل رياضه عنوان الفيلم. يوسف نبارك لك وصول ونازل فيلمك حلاجه. لهذه المنصة العالمية، ونتمنى لك كل التوفيق. المخرجة الجزائرية فاطمة الزهراء زعموم، كنت معنا من العاصمة.